إذا كانت الأيام تسمع قصيدتي فقول لها إني سأترك بلدتي، وقول لها إن الرشاوي تكاثرت فصار الطعام الدولة وللشعب سنتي، وقول لها إن البلاد تحطمت بجوع وجهل ثم ظلم ورشوتي، فترجع لهذا الشعب قضاء حقه فشعب له حق وليس جريمتي. إذا قلت حقي هم يقولون مجرم، سأحكم ظالما ولا للبراءة. فكم من أناس قد أضاءوا مستقبلا فعانوا وصابروا من أجل الوظيفة، فأنتم ظلمتم ثم جئتم بابنكم ليصبح وزير جاهل في الإدارة، فدستوركم أصبح كلب ناهب، فإن كنت لا ترشي فلا للوظيفة. وتجارنا قالوا نخفف سعرنا وأسعارهم شيء يفوق التجارة، متى نرتدي الحق ونصلح حالنا ونصلح قلبا من أفكار القبيلة؟ فأيامنا تمضي ويمضي زماننا ونحن غرقنا في فساد الإدارة، فهذا زمان لا يباع بدرهم، وهذا زمان يختفي بالحقيقة. كلام إذا قلناه يصبح جريمة، فكيف نربي جيلنا بالوصية؟ فكيف نربي جيلنا بالوصية؟